هذا ماي العيش. ماي العيش بس طبعا مو ماي العيش، في مرق، هذا في مروقه، في بهاراته، وفي دسم اللحم وغيره. حلو ساجد، حط خشب، حط هذا ملح خشن. لا يحط مني، حط ملح خشن الحين. لحظه، ملح الخشن شيء ما تغير فيه شيء؟ ما تغير شيء. لا الحين ما حطينا ليمون، ما حطيت ليمون. هذا الملح، هذا الملح الناعم. العادي الناعم كتوب شاله وحطه. ليمون، بنحط الليمون عليه. هذا الناعم، بنحط مني الناعم. شوف اللي تغير شنو، نشوف شو اللي يتغير. شوف نشوفه، نشوفه الحين شو اللي بيتغير. حط الملح الناعم العادي. شوف تحول ازرق، تحول لونه يا سبحان الله. شوف هذا، شوف العين، مرض هذا. شنو مرض هذا؟ انزين الثاني، الثاني مالك امل يتغير لانه خشن. الخشن مالك امل، شفته مالك خشن. اوكي هذا لا، هذا يتغير الملح الناعم مصادف اللي عندنا. شوف شوف الحين، شوف يحط ثاني مره الملح الناعم. شوف شوف شلون يتغير لونه هذا. شوف عيني ابو سليمان، الربع مع ليمون وماي عادي. احنا كله اكل.